بتوقف مع إضاءات ليا مهنا، رسالة حب لبيروت تعبر عنها الفنانة اللبنانية ميسة قرعة المرشحة لجوائز من خلال أغنيتها الجديدة نتلاقى ببيروت. إضاءات ليا مهنا. رسالة حب لبيروت عم بتعبر عنها الفنانة اللبنانية ميسة قرعة المرشحة لجائزة جرامي من خلال أغنيتها الجديدة نتلاقى ببيروت. تعاونت مع أصحابي لكتابتها وتلحينها من العالم العربي وأمريكا. حبيت من خلال هذه الغنية عبر عن حبي للبنان، مع أنه صار لي أكثر من 18 سنة عايشة برا، حبي للبنان كل ماله عم بيكبر. هيدي الغنية صورناها بلبنان، أخرجها إلي فهد. حبينا كمان نضوي على المغتربين يلي كمان أنا تعرفت عليهم وين ما سافرت بالعالم، وشفت قديش بعضهم متعلقين ومتشبسين ببلدهم. إن شاء الله هيدي الغنية تكون رسالة أمل ورسالة حب، وكمان بتشجع الناس لترجع أكتر وأكتر على لبنان. وكتير مبسوطة أني هلأ موجودة ببيروت من ضمن هيدا الكادر، وحابة شارككم أني رح كون I'm performing بمهرجان بيت الدين on the 27th of July. رح يكون الميوزيكال دايركتور تبع الشو عازف الكمان والكومبوزر الاردني يعرب سميرات، with a special guest appearance by the one and only شرب الروحانة. سو ان شاء الله بشوفكم كلكم قريبا، وتعالوا نتلاقى ببيروت ونكمل على بيت الدين.